السلام عليكم خاوتنا الجزائريين في كل أرجاء المعمورة، زول في اللاوين. كالعادة معاكم أخوكم عماد. كل يوم إن شاء الله في هذه المرحلة اللي راح تكون قربت تخلص إن شاء الله، لكن رايحين نتواصلوا ماشي مشكل. نرجع ديما نبدأ نتكلم ديما على الدعم تاعنا لخونا قدور، اللي راح يكون دعم لا متناهي إن شاء الله، ورانا واقفين معاه وقفة رجال حتى نتحبس الحقرة اللي ممارسة عليه من طرف أشباه الـ خلينا ما ندخلوش في كلام آخر. البرنامج تاع الهاشمي، خونا الهاشمي، كل يوم يا جماعة وقاعد يدير فيه، راهو عيا مسكين، راهو غلب خونا حبيب، غلب معاه حاتم أيضا، غلب معاه، يعني راهم يعملوا في مجهود جبار بارك الله فيهم. وكاينين إخوة أصبحوا من اللي في دال، يعني ولينا نعرفوهم بالاسم، ما نعرفوهمش بالوجه، لازم نعرفوهم بالصح. ومن كل جهة من الوطن الجزائري، كل فئات الأعمار وثقافة عالية، ثقافة عالية، ثقافة عالية يا جماعة، ثقافة عالية، تدخلات في القمة. تعرف باللي ديما في الجزائر مشكلتنا الوحيدة في الجزائر، نقدر نختصر مشكلة وحيدة في الجزائر، وهو أنه الجزائر وضع الشخص غير مناسب في المكان الغير مناسب. هذه هي مشكلة الجزائر الوحيدة، لأنه لما تسمع تدخلات كما هذاك ومن بعد تقول له واش تخدم ولا واش العمل تاعك، تلقاه في دومين اخر خلاص، تلقاه في ميدان اخر خلاص. اور هو قادر يعمل العجب في ميدان الكره او في ميادين اخرى. المهم، في واحد الاحصائيات شفت برك برنامج الاخ الهاشمي في ثالث يوم تاعو اكثر فعاليه من كل البرامج الرياضيه الجزائريه على اليوتيوب ب 70%، 70% 70% البرامج نتاعهم، قنوات وهيلمان وصوارد الشعب تصرف عليهم، وأخونا الهاشمي بإمكانيات بسيطة، الإمكانيات الموجودة اللي بلي كومبيتون كو، راهو أحسن منكم. يقولوا في الحقيقة الناس تدخل بدون فلتر، ما كانش تصفية، الناس تدخل حابة تسمع حابة تقول رايها. افتحوا انتوما تراه، افتحوا نشوفوكم جماعة. اليوم راح نعلق على فيديو واحد خوخ لي قلبي كيما راح يخوخ لكم قلوبكم، وخوخ لنا قلوبنا ونعرفوه وكل شيء، باش تشوفوا الناس هادو خاصة قناة الهداف. قناة الهداف علاش نركز على قناة الهداف؟ اللي كانت هي، لأنها كانت هي وسيلة الدمار الشامل تاع كل ما هو جميل في الكرة الجزائرية وفي الفريق الوطني وفي الرياضة الجزائرية. كانت هي البازوكا اللي لاحوها على هذيك الاتحادية وطرقت. إذن على هذيك ما نخليهاش تركح. شوفوا يا جماعة، سمعوا الفيديو هذه معايا ومن بعد تحكموا. انا رجاب كنا نسمعوه، والتمنيه تاعو يلعب في سان جوي. نعم صح، وافريقيا كي ما تلعبش في سان جوي، ما تلعبش سورتو بوكو بلوس في سان جوي، وكاع لي ماتش اميكو لهيه، وكانك تقول بلي على الشتم والسب. لا انا قلت ممكن سي بوسيبل، ميم صح دون سكالا نعودو نسوفيو في تونس. إذا الجماعة 5 سنوات وهما المدربين ما يعرفوش يدربوا، الإدارة ما تعرفش تنظم مباريات ودية كما لازم. سمعتوا كلكم ماجر وش كان يقول في ذاك الوقت، لازم نلعبوا مع الأفارقة في إفريقيا، ولازم نلعبوا في بلادنا لأنه التصفيات تلعب في بلادنا. وأصبح زعما خبير في البرمجة الرياضية، ويعرف سكون ابيل لادابتاسيون، ويعرف
ويعرف ولا كيفاش ندربه في ليزالتيتود، كيفاش ندربه في الحرارة وفي البرد. ومن بعد يتكج معاه، ومن بعد يتكج معاه، شوفوا وين وصلونا الحقارة. رايح هارب من الجزائر باش ما يتسبش، باش ما يتسبش. كاين امر اخر نربطوه مع بعضاه، شتوا الجولات الاخيره كامله من بعد مباراه نصر حسين داي كي خرجوه انصار نصر حسين داي، ما زدنا سمعنا خبر لا عليه لا على اي غير لا على مناد اللي عنده صوره على هاد الثلاثه دخلوا المباريات المحليه يجيو يقولوا لنا اعطيونا اعطيونا. سمعتوا هاد الهداف تتكلم انه حضر وما حضرش، رغم انه نهار غورغوف تشفاو كان عنده طارئ راح لكندا، جهنا لكندا تشفاو واش كانوا يعملوا عليه. وين هو ماجر الان اللي قاعد يدي في 35 الف اورو في الشهر وشرطها بالاورو، رغم انه البلاد بصفه عامه في تقشف كبير، في تقشف كبير بسبب يعني بسبب الاحتياطات الماليه اللي قاعده تروح. وين هو؟ تذكروا يا جماعه نهار كانوا يقولوا لنا، تذكروا يا جماعه نهار كانوا يقولوا لنا الفيدراليه ما تعرفش تنظم، ما تعرفش تنظم مباراه وديه، وهما كون الان حاليا حاليا كون ما جاوش سبارينغ بارتنر كثر خير انه تونس والمغرب تاهلوا لكاس العالم، ولا انك ما تلعب حتى حاجه. بينما كانوا الرجال، رغم اننا لعبنا في فرنسا لكن لعبنا مع الارجنتين ومع البرازيل، اي جبنا مقابلات وديه مع البرازيل والارجنتين. ولا تذكروا مباراه الارجنتين تاع 4-3، الله اعلم اصدقاء بالحاج وزياني داروا العجب، والتما صرات ديك ليك اللي جوار، صرا هذيك الدفعه المعنويه اللي خلاتهم ينفجروا. هاد الناس جماعه الان مدخلوا في بعضهم. الاخ عرف باللي، عرف باللي السيد بن شيخ عرف باللي الطرف تاع القطعه تاع التورته ما وصلتوش كيما لازم، فدرك يبدا ينفجر عليهم. ولما يبدا ينفجر عليهم قناه الهداف راح تطردو، الا اذا كان، الا اذا كان في نفس النهج نتاعهم، اذا الا اذا كان يتبع في نفس المسار اللي هما ربما رايحين داروا على زوتشي، لانه ما عطاهمش المقابل اللي على جالو، عملوا هذيك الفوضى وهدموا الفريق الوطني. من الكوارث انه الان بوحنيكه قاعد يسال ويتعجب، زعما يقول لانجينيير سوا في تونس، وتونس شنو صرا يقول؟ ما تجيش باسكو تاعو على شنو صرا؟ شنو صرا؟ ما نعرف وين ديرها. لا بركا ولا سوا سيريور دوا سوا سيريور. اليوم تقول لي انت يا انا محمد نشاطرو ما نشاطروش، نص نص نشاطرو لان سي فري كو لي سبونسور وهادو كدايا يباس لورغانيزاتور، ولكن انت هاد الناس هما رايحين يديروك تاسبارينغ بارتنر اللي يلعبوا معاك. انت اليوم ما راكش توزن باش تبوزي لي كونديسيون. الان حنا ما نوزنوش صح، كنا نوزنو الفريق الوطني ما يوزن، ما يوزن شي ولا سبارينغ بارتنر عندك الحق. بينما كانت مصر هي سبارينغ بارتنر مع انجلترا في 2010، كانت تونس هي سبارينغ بارتنر في 2014، والان اصبحنا حنايا سبارينغ بارتنر. طبعا لما كنا نوزنوا عملتوا كل شيء باش ولينا ما نوزنوش، والان جايين تقولوا لنا انا ولينا ما نوزنوش، وكانكم جبتوا لنا حاجه جديده، وكانكم اخترعتوا لنا حاجه نعرفوا، لكن قولوا لنا شكون السبب، شكون السبب. هذا بوحنيكا في نفس هذا البرنامج جاب هذاك الصحفي اللي هو الان متكلم الرسمي باسم الفيدراليه، اللي خرج قال على غلام او موش مصاب ورايحين نروحوا نبعثوا طبيب، ومن بعد بهدلونا قدام العالم. قال له من نهار راح غوركوف خلاص خلات على الفريق الوطني. اش قال له بوحنيكا؟ شو السؤال يا جماعه؟ قال له وعلاه راح بوحنا وعلاه راح غوركوف؟ ما على بالكش علاه راح غوركوف، او جاوبك الحاج نهار درت معاه اللقاء، جاوبك. شوفوا يا جماعه الناس هادو استعملوا اللاعب المحلي،
استعملوا المدرب المحلي، استعملوا اولا المدرب المحلي، المدرب المحلي ذكي ما مشى لهمش في الخط، استعملوا اللاعب المحلي، ومن بعد الان اللاعب المحلي قاعدين يقولوا عليه ما يصلحش حتى يشرب الشيشه، اللاعب المحلي اللي ما عطاوهش حتى كره ذهبيه. اذا كنتوا رجال، اذا كنتوا رجال عندكم قد كلمتكم، لكنكم منافقين. اذا كنتوا رجال على الاقل حافظوا على كلمتكم، حافظوا على كلمتكم ومدوا كرتكم الذهبيه، مدوا كرتكم الذهبيه للاعب محلي. لماذا؟ لانه صدقوني، صدقوني، اللاعب المغترب اللي راح يدي الكره الذهبيه نتاعكم والله ما نطلقوه، هو ما نطلقوهش، هو ما نطلقوهش يا واحد المنافقين. وللحديث بقيه، واللهم اضرب الجاهلين بالجاهلين، اللهم اضرب الجاهلين بالجاهلين. انا نشوفه فيهم حاليا او لا ماجر غلط، لكن ماشي بهذيك الحده، كان يكسر الطوابله، كان يكسروا في الطوابله يا جماعه. لما محرز دا الكره الذهبيه الملعونه تاعهم، الكره الذهبيه قاعد يضرب في الطابله، قاعد يضرب في الطابله، كيفاش علاه سليماني ما يديش الكره الذهبيه؟ سليماني في ذاك الوقت كان محلي على حساب محرز، والان ما سليماني ولا موش مليح. السلام عليكم خاوتي، اليوم تاني الهاشمي راح يدير البرنامج نتاعو، ما تنساوش تشاركوا، وبرك حافظوا على النظام يا جماعه، لانه الهاشمي راهو غلب، راهو بزاف يا جماعه باش تعمل ساعتين ولا ثلاث سوايع ديريكت. ما تعيطولوش في السكايب، خليوه هو اللي عيط لكم، سمعوه كي تدخلوا، اعملوا في الشات قبل، اكتبوا في الشات وطلبوا منه الدخول، وهو راح يجاوبكم ويقول لكم استناوني ونديروا باش ما تغلبوهش كثير، لانه غلب والله صراحه غلب. السلام عليكم، وربما انا ينهز الرولي، نهز لانه الهاشمي عنده يخرج فاكونس، ربما بالحد ولا باثنين نعمل انا يا ديريكت، باش نبقاو ديما في النقاش ونبقاو ديما في التفاعل، لانه صراحه انا منبهر بالمستوى، مستوى التدخلات تاع الجزائريين، واللي معانا واللي ضدنا، اللي معانا واللي ضدنا. ادخل ضدي ماشي مشكل، اعطيني لارغيومونطاسيون تاعك برك، اعطينا اسبابك واعطينا علاه، وحنا نجاوبوك ونقولوا لك ها هي وها هي وها هي علاه. السلام عليكم خاوتي، الله ينصر الجزائر والجزائريين الاحرار. وخونا شوبير ديما رانا معاك، قدور اذا تسمع فيا، العمل اللي قاعد تدير فيه قبعه قبعه قبعه، شابو باخويا الهاشمي، الله يبارك لك حبيب. وكل الجماعه، حاتم، مالك، كادر، رانا ولينا نعرفوهم بالاسامي، الله يبارك لكم بكل، وارواحوا ديما معنا، ولينا والفنا بكم. السلام عليكم ورحمه الله.